السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. النهاردة يا جماعة في ناس كتبوا لي في الكومنتات ازاي انا اتعرفت على صاحبتي بعد غياب 15 سنة، وازاي قدرنا ان احنا نوصل لبعض. فانا عملت لكم الفيديو ده عشان اعرفكم ازاي يعني توصلوا لاصدقائكم، وازاي ان انتوا تلاقوهم بعد فترة طويلة جدا. احنا كنا في الجامعة مع بعض وما كناش بنسيب بعض، فهي كانت صاحبتي الانتيم. صحيت في يوم من الايام بفتح الفيسبوك، لقيت كميه رسائل كتيره جدا جدا على الماسنجر، يعني 200 رساله كده على الماسنجر. كان الصبح اول ما فتحت النت لقيت رسائل كتيره كتيره جايه لي على الماسنجر، فكله بيقولوا لي انت عندك صاحبه اسمها فاطمه وكده. فاللي شاف الفيديو اللي فات، الفيديو اللي هو بتاع لقيت صاحبتي بعد 15 سنه، هيشوفنا احنا الاثنين مع بعض. فقالوا انت عندك صاحبه اسمها فاطمه، في ايه؟ كل الرسائل جالي انت صاحبتك اسمها فاطمه بتسال عليكي، صاحبتك اسمها فاطمه بتسال عليك. فبعد كده وبعتني الاكونت بتاعها على الفيسبوك. بعد كده انا بقى ايه، دخلت على الاكونت وتاكدت ان هي صاحبتي فعلا، يعني ما شفتهاش من 15 سنه. وهحكي لكم ازاي احنا اصلا الصله اتقطعت ما بيننا الفتره الكبيره قوي دي. ف رنيت على الاكونت بتاعها على الفيسبوك على الماسنجر يعني، وبعدين لقيتها هي فعلا كانت حاطه صورتها كمان، وتاكدت ان هي. فضلنا بقى نتكلم حوالي 3 ساعات على الماسنجر، فضلنا نتكلم كتير جدا، جبنا اخبار ال 15 سنه كلها في 3 ساعات. فضلنا بقى نرغي بقى ونتكلم. فقلت لها انت ازاي وصلتي لي، وازاي عرفتي ان انت توصلي لي؟ هي ما شاء الله عليها ذكيه وقروبه، الله اكبر. يعني لو هي بتسمعني دلوقتي، ازيك يا بطوطه، وحشتيني جدا. المهم يا جماعه، فقالت لي وانا قاعده مع نفسي كده بتقول لي انا كنت دايما بفكر فيك يعني، وبفتكر ايام الجامعه وما ايام كنا مع بعض احنا كلنا ومش عارفه ايه. وقلت لها والله العظيم انا كمان عمري ما نسيتك، وكنت دايما افتكرك واقعد اتكلم اختي عليك. يعني انا وفاطمه واختي مروه وايمان ما كناش بنسيب بعض، كنا احنا الاربعه يعني ما كناش بنسيب بعض خالص. نخلص المحاضرات مع ان كل واحده فينا في كليه مختلفه، فكنا نخلص المحاضرات ونبقى متجمعين مع بعض ونخرج مع بعض. حتى لما واحده فينا مثلا تنزل تشتري حاجه، فكانت احنا كنا نروح معاها. كنا بصراحه اتربينا يعني كنا مرتبطين قوي. فقلت لها انت ازاي لقيتيني؟ قالت لي كنت قاعده مره كده بفكر، فقلت ايه، كل مكان له جروب كده على الفيسبوك، او كل محافظه، كل مثلا حي له جروب كده على الفيسبوك. فانا فكرت وجات لي الفكره، هي اللي بتحكي يعني مش انا، فجات لي فكره. فقلت انا افتكرت اسم المكان اللي انا فيه، وكتبت كده على الفيسبوك اسم المكان يعني، فطلع لها كذا جروب. فدخلت على الجروب بقى، قالت ايه، انا كان عندي صاحبه اسمها كذا واختها اسمها كذا وساكنين في المكان الفلاني. كتبت كل يعني المعلومات عني، كل المعلومات عني. فبعدين ناس كثيره بقى ايه قالوا لها احنا يعني كان جاي لها حوالي 80 كومنت في دقيقتين، كومنتات كثيره جدا. قالوا لها احنا عارفينهم ويعني عارفينها وكده، وقالوا لها ان هي عندها كذا وبيتها كذا ومش عارفه ايه. فقدروا ان هم يوصلوها بيا، فهي دي كانت فكره كده حلوه منها، ويعني فكره ذكيه ان هي قدرت ان هي توصل لي. انا عمري ما فكرت في الفكره دي بصراحه، يعني ايه كنت دايما حابه ان انا اوصل لها. كنت بعد اقول يا جماعه ازاي اوصل لاصحابي، بس ما كنتش عارفه. كنت بقول يا ربي نفسي الاقيهم، وكنت دايما بصراحه بفكر فيهم قوي، لان احنا كنا ما بنسيبش بعض زي ما انا قلت لكم. سبحان الله بقى صاحبتي دي زي ما قلت لكم ان هي ذكيه، وقدرت ان هي تجمعنا كلنا. حتى اتصلت برده باصحابي التانيين وقدرت توصل لهم برده بنفس الحيله، ان هو دخلت في جروبات الفيسبوك. كان لنا صاحبه تانية برضو اللي انا قلت لكم عليها، ودخلت وسالت عليها وقدرت ان هي توصل لها. يعني في ناس كتبوا لي في الكومنتات انت يعني عايزاني اوصل لاصحابنا، انتوا ممكن يعني تفتكروا اصحابكم دول كانوا منين بالظبط، وتدخلوا على 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 اسم المكان اللي هم موجودين فيه، يعني لو لسه موجودين فيه يعني، يعني حيله كده ان انتوا تقدروا توصلوا لهم، وتكتبوا مثلا معلومات عنهم او اي حاجه، او ممكن يكون هم اصلا مشتركين في الجروب دوت. انا كنت مشتركه في الجروب اللي هي كتبت فيه، ودي كانت صدفه، بس كانت صدفه حلوه قوي، وكنت مبسوطه قوي قوي ان انا شفت صاحبتي.
يعني قدرت ان انا اكلمها وبقى وشوفنا بعض في الكاميرا وكده يعني، وكلمتها على الماسنجر، وبعد كده اتفقنا ان احنا ننزل نتقابل. هي كانت نازله الحصري في اكتوبر، وكمان بقى انا قلت لها خلاص ننزل نتقابل هناك، ورحنا وتقابلنا وقعدنا مع بعض على الكافيه، وقعدنا بقى جبنا الذكريات كلها، ذكريات الجامعه، فكانت حاجه حلوه قوي وحاجه جميله. واصحابي دول بقى زي ما قلت لكم يا جماعه ان انا ما كنتش بسيبهم، وما كناش بنسيب بعض ابدا، وكان بجد بجد نفسي ان انا اوصل لهم، وقدرت الحمد لله ان انا اوصل لهم. وبشكرك جدا يا فاطمه ان انت قدرتي توصلي لي. ولو عجبكم بقى الفكره والحلقه دي اللي انا عملتها، فياريت تحطوا لي لايك وقولوا لي ايه رايكم يعني في الحيله اللي احنا اكتشفناها، اللي صاحبتي اكتشفتها دي، وحد جربها قبل كده ولا لا. يعني بصراحه ما كانش جه في بالي خالص ان ممكن حد يعني يجيله فكر ان هو يعمل الحيله دي. فانا بقى ايه، انا وصاحبتي بقى ايه عملناها. فاكتبوا لي في الكومنتات في حد استخدم الحيله دي قبل كده، ولو حد برضو عنده حيله تانية ان هو يلاقي اصدقائه يكتب لنا برضو في الكومنتات، ونشوف راي بعض وكده يعني. واكتبوا لي افكار برضو ان انا اعملها لكم وانزلها لكم في الفيديوهات اللي جايه، واستنوا مني برضو فيديوهات حلوه. بشكركم جدا، وبشكر جدا جدا كل الناس متابعاني. وعلى فكره انا هعمل بث مباشر ان شاء الله، هقول لكم قبل يعني، هبقى انزل بوست كده على المنتدى واقول لكم انا هنزل بث امتى. انا واحمد هنزل بث مباشر، وهيبقى احمد موجود معايا، وممكن جنة كمان. جنة لو كانت فاضيه هتبقى موجوده معايا، وادعوا لها ان شاء الله ان ربنا يوفقها، عشان جنة ان شاء الله السنه دي داخله ثالثه اعدادي وبدات بقى دروس وكده، فهي مشغوله. ادعوا لها ان ربنا يوفقها. بشكركم جدا، ويا ريت بقى تحطوا لي اشتراك عشان عايزه اوصل ل1000، وحطوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، لو ما عجبكوش خلاص اعملوا ديسلايك. باي.